بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما جان عائشة رضي الله تعالى عنه بولن حضور صلى الله عليه وسلم جخن أشست هتن تخن اي دوتو سورا پوره تار گائے ارکم فو دیتن. تینی آرو بولن جخن حضور صلى الله عليه وسلم بشي أشست هتن جان তখন আমি এই দুটো সূরা পড়ে তার গায়ে ফুঁক দিতাম।